بموكب جنائزي مهيب شيع أبناء محافظة شبوة جثمان الشهيد الراحل النقيب قاسم الجمرة نائب ركن التدريب وقائد الكتيبة الثالثة باللواء 21 ميكا بعد الصلاة عليه في جامع الخليفة عمر بن عبد العزيز بمدينة عتق. وحمل العقيد الركن علي محمد الحوري أركان حرب اللواء 21 ميليشيا الحوثية الانقلابية حملهم مسؤولية استشهاد النقيب الجمرة بزرعها للألغام بصحاري شبوة إبان اجتياحها واحتلالها لمنطقتي العبر والعقلة الصحراوية، مؤكدا أن الميليشيا ما زالت إلى هذه اللحظة تزرع حقول الألغام في مديريتي بيحان وعسيلان والتي حصدت كثيرا من أرواح المواطنين. هذا وقد قدم العقيد الحوري وقيادة المقاومة الشعبية وعدد غفير من أبناء شبوة واجب العزاء لأهالي وذوي الشهداء من أبناء محافظة ذمار. اليوم اللي هو 21 والمقاومة الشعبية في الجبهة الشرقية افتقدت أحد أهم عناصرها وذلك بحادث جبان غادر إثر لو في طريق العقلة في سيارة الإسعاف وهو مريض متحرك إلى المستشفى، ونحن اخترنا هذا الطريق طريق الشهادة حتى تحقيق النصر على الانقلابيين الذين يعيثون في الأرض فساد، الذي زرعوها الآن وزرعوا وفجروا البيوت وهدموا الدور. الشهيد رحمه الله كان مثالا للجندية والانضباط وقدم الكثير في تدريب وتأهيل اللواء 21 وساهم في إعداد الجيش الوطني، فأختار الله سبحانه وتعالى له الشهادة، فهنيئا له الشهادة، وكلنا سنحذو حذوة إن شاء الله، والنصر حليفنا ولا نامت عين جبنا. نحن في الأسرة نشعر بخسارة كبيرة بالنسبة للراحل المرحوم قاسم الجمرة، نسأل الله أن يتقبله في الصالحين وأن يتقبل في الشهداء وأن ينتقم ممن تسبب في هذا العمل الإجرامي، وهو الحوثة الذين زرعوا الألغام في أكثر المناطق اليمنية التي دخلوها. وبالنسبة للشهيد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله في الشهداء.